خاطري في قهوة، لكن مو قهوة بس، لا ودي أجلس في مكان كذا خارج، مكان رايق إلى أبعد درجة صراحة. وأجمل ما في الموضوع إن المكان إنه فاضي، ما في إلا أنا. اليوم جالس أشوف مواضيع كذا، تعرفون أنا من الناس اللي أحب شو اسمه، ما ياخذ عقلك الخبر. امشي 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 في الشارع يا عمي، ما انت بصاحب، ما هو بصاحب سواق رجع في، تخيلوا شارع، والله شارع عام، شوف شارع عام، بعدين الطريق ذا يوديك المطار، تخيل انه جالس يدق ريوس يرجع في الشارع نفسه، يبغى يرجع عشان يدخل مع لفه ثانيه. اليوم شدني الموضوع اللي ابغى اتكلم فيه، اليوم شدني موضوع قط او بس بالعاميه، عمره 19 سنه وعايش في ليبيا مع صاحبه. ابغى اوريكم وجه القط هذا، شيء شوفوا. بصراحه انا بحثت على الموضوع، انا ما لقيت الا موضوعين بس اللي يتكلمون على القط ذا، انه في ليبيا وعمره 19 سنه. اذا هو فعلا يعني صدق الكلام ذا، سبحان الله، شفتوا كيف شكله، سبحان الله. طبعا اللي حنا نعرفه، يعني انا صراحه ما قد ربيت قطط، بس الامانه يعني في ناس من اقاربي وكذا، القط يوصل عمره الى 7 سنوات 8 سنوات ويموت باراده الله. جالس اعطيكم تقارير واتكلم في موضوع اوشات كبه القهوه علي. ان البساس البساس يا سيدي، هذا البساس. لا والمكان الرايق، والله اني لا امشي، والله ما عاد اجلس. لكم متوسط اعمار القطط 15 سنه متوسط، يعني ممكن اقل ممكن اكثر. على فكره في قط اسمها كريم باف، ولد في عام 1967 وتوفى في سنه 2005 على فكره، هذا اكبر قط في العالم. في قطط وصلت اعمارها 24 سنه، في قطط 18. صدقني لو افتح التعليقات واقرا اكثر بيطلعوا لي ناس عندهم قطط وتعدت ممكن 10 سنوات. خلاص وش اللي قلنا خلاص يا ود، انت مسوي لي فيها انك كبير وانك فاهم، وش اللي خلاص قلنا خلاص، من وين جبت الكلام ذا؟ يلا روح روح اسمع، روح مش بشويش، يلا روح الحمام. ها؟ لا 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 ما له دخل، روح، في صوت هناك انا سمعته، روح. امشي بشويش، سمعت، امشي بشويش. أقول لك اسكت، لا ترفع صوتك، امشي امشي بشويش، روح بسرعة يا خواف، روح روح يا خواف، روح. ما بوقتك ما بوقتك، تعال روح.
جالس تفل. أنا بروح باي. ليه تضحك؟ ليه تضحك؟ تفل وتضحك. قل هو الله. تقرأ قرآن يعني أنت خايف؟ ها؟ خايف؟ روح 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 بسرعة بسرعة بسرعة. يلا روح 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 روح. ما أقدر أجي ما أقدر، أنا خواف أنا خواف. روح أنت. مسكين ناظر. بتروح يا خواف ولا لا؟ إيه تعجبني. يلا روح روح بسرعة. إيش؟ تفل حلمان تفل حلمان. خلاص بحكم وش اللي خلاص. يلا روح روح بسرعة. ما تبغى تروح يعني؟ أنا بروح هناك. يلا امشي بسرعة. يخلوكم كذا شديدين مع طيوركم. يلا 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 روح 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 بسرعة. ايش تبغى؟ ايش جابك؟ روح اسمع. ايش رايك؟ اروح عند ماما وايش رايك؟ يلا يلا لا تصرف لا تصرف. يلا يلا روح 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 روح. الحين قدك تقول لي روح نسمع. وش بقى قبل شويه؟ تفو تفو مليت وجهي تفال. والحين تقول لي هيا روح نسمع. وانا والله اني احبك بس انك طلعت خواف خواف يا كوكو. ترى اذن اذن ترى بس انك انت كنت خايف هناك ما سمعت صوت الاذان. قل هو الله احد الله الصمد. قل هو الله يجزاك خير. صل صل. تحب محبوب؟ محبوب عند ابو ركان. ابشرك مبسوط واموره طيبه وعايش وفال امه. سواكت من فجر الله وحنا هنا. اطلع مطالبنا واضحه بس اطلع من جحرك المعفن ذا. اسمع يا سويكت، انا وديتك حديقة الحيوان عشان تسمع كلامي وتحبني. انا ماني خالك من فراغ. اسمعني زين، الناس ما يخلون احد بحاله، انت بتخلي حالك لهم. يلا نوم. ها يلا نوم يلا نوم. انا احبك وانا والله اني احبك. ها يلا نوم. يلا تصبح على خير. يلا تصبح على خير. تصبح على خير. أنا بروح أنام. طيب روح نام بس ما يحتاج تقول لي كلام وسخ قبل لا تنام. إيش تقفيلة هي؟ ايش بك يا كوكو؟
يلا نو، بس ما يحتاج تقول لي كلام وصلك قبل لا تنام. دمك مرة تانية أصلك على وشك كف على أصلك في الجدار. تصبح على خير يا حبيبي. أقول يلا 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 على قفصك يا قليل أدب. قصدك تخرفني عشان أكلك؟ ما في ما في ما في. الله وش اللي ها؟ يلا يلا ما عليك، باكل باكل، لا تشيل همي، باكل. تقول لهم ايش تبغى؟ انت صاحي انت؟